مساء الخير على حضراتكم، برحب بكم في هذه النشرة الاقتصادية المفصلة التي تأتيكم من قناة النيل الأخبار، ونبدأها بأبرز العناوين. وزارة التموين تعلن عن تخفيضات 10% على جميع السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بمناسبة احتفالات أكتوبر. وبعد عام على الحرب في غزة، الاقتصاد الإسرائيلي تلقى ضربة قاسية في ظل توسع رقعة الصراع بالمنطقة. وأخيرا، نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال سبتمبر ومعدل البطالة ينخفض إلى 4.1%. إلى التفاصيل، حيث وجه وزير التموين شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة 10% على كافة السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. كما وجه وزير التموين باستمرار العمل في جميع المجمعات الاستهلاكية غدا الأحد بشكل طبيعي، مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10% في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دكتور رانيا معشاط إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية. وثمنت رانيا معشاط خلال لقائها مع ممثلي بعثة المفوضية الأوروبية برئاسة أنيكا إيريكسغارد المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، ثمنت التعاون المثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والجهات والوزارات الأخرى وممثلي الاتحاد الأوروبي على مدار 6 أشهر للانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وذلك في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وجه وزير الكهرباء محمود عصمت بأهمية الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد. جاء ذلك خلال قيام الوزير بزيارة مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجا وات بمحافظة السويس. هذه المحطة تعد أول محطة في مصر والمنطقة تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة، وتمثل 14% من إجمالي القدرات المركبة في شركات شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وتمثل 23% من إجمالي التوليد الحراري لشركات إنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. بحث وزير البترول كريم بدوي مع رئيس التنفيذي لشركة توتال انرجيز العالمية باتريك بويان موقف تقدم الأعمال والفرص المتاحة للاستثمار في قطاع البترول المصري. كما بحث وزير البترول خطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر في مجالات البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز بمنطقة تنمية باشروش بالبحر المتوسط والتي تشارك فيها توتال انرجيز. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش القمة 19 للفرانكوفونية التي تنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. أكد حسام هيبة رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر. جاء ذلك في ختام الزيارة الترويجية للرئيس التنفيذي للهيئة إلى فرنسا بمصاحبة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا بحضور أكثر من 350 شركة فرنسية. قام رئيس التنفيذي للهيئة خلال الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، وذلك بهدف ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين.
تباحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مع وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الملفات ذات الصلة. وعقد الوزيران اجتماعا موسعا تم خلاله استعراض الموقف الحالي والخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وخلال هذا اللقاء أكد وزير الاتصالات على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في إدارة منظومة العمل بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد حرص الوزارة على تشجيع النماذج الملهمة من القطاع الخاص في تبني إجراءات الاستدامة وتنفيذ المشروعات البيئية التابعة من المسؤولية أو النابعة من المسؤولية المجتمعية. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع رئيس إحدى الشركات الرياضية العالمية لمناقشة التعاون في تعزيز إجراءات الاستدامة وتقليل الانبعاثات لمواجهة آثار تغير المناخ والاستثمار البيئي من خلال تنفيذ مشروعات الاقتصاد الدوار. كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في إطار ربط الرياضة بجهود مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق الاستدامة من خلال فعالية كبرى بمشاركة وزارة الشباب والرياضة. أكد وزير الري هاني سويلم أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير هيئة المساحة. استعرض وزير الري الرؤية المقترحة لتطوير هيئة المساحة والتي تتضمن استكمال منظومة التحول الرقمي وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وكافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية في الفترة من الأول من يناير وحتى الثاني من أكتوبر الحالي. وأشار الوزير أن تلك الصادرات بلغت أكثر من 6.7 مليون طن خلال 9 أشهر. وأشارت الوزارة أو وزارة الزراعة إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تحظى بطلب متزايد من جميع دول العالم نظرا لجودتها العالية. تصدر مصر أكثر من 350 سلعة إلى حوالي 160 سوقا عالميا، منها أكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والأفريقية. أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن مبادرة صوتك مسموع تعد أحد أذرع الوزارة المهمة للتواصل الفعال مع المواطنين والحصول على شكواهم والاستجابة لها بشكل غير تقليدي. قالت وزيرة التنمية المحلية إن مبادرة صوتك مسموع ستنال اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة، وسيتم العمل بشكل كبير على تطوير قدراتها والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية. أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه يعمل وفق استراتيجية تنموية شاملة لتحسين بيئة الأعمال في المجتمع السينوي. وبمناسبة احتفالات مصر بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، قال رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة صغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، قال إن الجهاز قد نجح في 10 سنوات منذ يوليو 2014 وحتى أغسطس 2024، نجح في ضخ نحو 2.5 مليار جنيه حجم تمويلات تم تقديمها ل 57 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ليوفر ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل متنوعة لأبناء سيناء ومدن قناة السويس. تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية بفعل الحرب المدمرة على قطاع غزة لتكلفتها الهائلة وتداعياتها على قطاعات حيوية، ما يزيد التقديرات بدخوله مرحلة ركود طويلة وغموض مستقبله. وفي أحدث تقاريره توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 20% تقريبا في الربع الرابع من 2023. دفعت هذه الحرب إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في إسرائيل وتراجع الاقتصاد، ما سينتج عنهما حتما زيادة في الفقر ووفقا لتقديرات الخبراء. كان المركزي الإسرائيلي قد توقع أن تتجاوز تكلفة الحرب أكثر من 67 مليار دولار بحلول عام 2025. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ارتياحه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نقابة
عمال الموانئ الدولية الأمريكية واتحاد شركات الشحن. وقال بايدن إن التوصل لهذا الاتفاق الذي وضع حدا لإضراب دام 3 أيام سمح بإبقاء موانئ الساحل الشرقي والخليج الأمريكي مفتوحة، مشيرا إلى أن ذلك العمل جنب البلاد أزمة كبيرة. كانت نقابة عمال الموانئ الدولية تسعى إلى زيادة بواقع 77% في الأجور، بينما سبق وأن رفع التحالف البحري للولايات المتحدة والذي يمثل أرباب العمل عرضه إلى زيادة بنحو 50%. وما زلنا مع أخبار الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع معدل الوظائف في الدولة في سبتمبر وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما قلل بشكل أكبر الحاجة إلى أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بنسب كبيرة في اجتماعيه المتبقيين هذا العام. أوضحت وزارة العمل أن الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 254 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 159 ألف وظيفة معدلة بالزيادة في أغسطس. انخفض معدل البطالة من 4.2% في أغسطس، بعد أن قفز من 3.4% في شهر أبريل الماضي. في وول ستريت، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع كبير بعد أن طمأنت بيانات الوظائف الأمريكية الأفضل من المتوقع، طمأنت المستثمرين الذين كان ينتابهم القلق حيال الاقتصاد الأمريكي. ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورس 500 بنسبة 89%، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.21%. صعد مؤشر داو جونز الصناعية بنسبة 79% في ختام التعاملات. وننتقل إلى الأسواق الأوروبية، حيث أغلقت الأسهم على ارتفاع بعد تراجع المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد الأمريكي مع صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة والتي جاءت أقوى من المتوقع. أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 4%، مع صعود معظم البورصات في المنطقة ومنها ألمانيا وفرنسا. وقاد قطاع البنوك المكاسب بارتفاع بلغ 1.8%، كما تقدم المؤشر الفرعي لشركات السيارات بنسبة 1.6%. ورغم ذلك، سجلت معظم البورصات الأوروبية خسائر أسبوعية، وانخفض المؤشر ستوكس بنسبة 1.8% خلال الأسبوع. بينما سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر هبوط أسبوعي له في شهر، بعد أن أدى موقف رئيس الوزراء تشيجيرو إيتشيبا المتغير فيما يبدو بشأن أسعار الفائدة إلى اضطراب الين وإثارة قلق المستثمرين. ارتفع نيكي في ختام الجلسة بنسبة 2%، ولكنه أنهى الأسبوع منخفضا 3%. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 4%، بينما انخفض بنسبة 1.7% خلال الأسبوع الماضي. وفي أسواق البترول العالمية، قفزت أسعار النفط وحققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام وسط مخاطر متزايدة من نشوب حرب بالشرق الأوسط. وعلى أساس أسبوعي، صعد خام برنت بأكثر من 8%، وهو أعلى مكسب أسبوعي منذ يناير 2023. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.1%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2023. زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل إلى مستوى 78 دولار عند التسوية. كما ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9% لتصل إلى مستوى 74.38 دولار للبرميل. ننتقل إلى خبر آخر، حيث حثت الصين المفوضية الأوروبية على إظهار إجراءات ملموسة لتنفيذ إرادتها السياسية والعودة إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الاحتكاكات التجارية من خلال المشاورات. جاءت هذه التصريحات بعد اقتراح المفوضية الأوروبية فرض رسوم تعويضية نهائية على واردات السيارات الكهربائية والتي تعمل بالبطاريات من الصين، والذي حصل على الدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتماد الرسوم. تعارض بكين بشدة الحكم النهائي المقترح من الجانب الأوروبي، ولكنها تأخذ بعين الاعتبار الإرادة السياسية من الجانب الأوروبي لمواصلة حل القضية. وصلنا إلى ختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين.
وزارة التموين تعلن عن تخفيضات 10% على جميع السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بمناسبة احتفالات أكتوبر. بعد عام من الحرب على غزة، الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى ضربة قاسية في ظل توسع رقعة الصراع بالمنطقة. وأخيراً، نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال سبتمبر ومعدل البطالة ينخفض إلى 4.1%. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، ولمزيد من الأخبار الاقتصادية زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.